إعلاميون وأكاديميون وباحثون يناقشون في ندوة دولية بنواكشوط موضوع الإعلام والعدالة وسيادة دولة القانون، منظمة بالتعاون بين مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين الموريتانيين ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. وتحدث نقيب الصحفيين الموريتانيين عن التحديات التي تواجه الإعلام والعوائق التي تعترض سبيل استمرارية المهنة الصحفية في البلاد وتقوض قيم العدل والمساواة وتعزيز ثقافة الحوار وحقوق الإنسان. إننا في موريتانيا لا نعيش إشكالات في مجال الحرية الإعلامية، لكننا نعيشها في مجال المؤسسية، خصوصاً على مستوى صحافتنا المستقلة التي تعيش أوضاعاً صعبة تتطلب وعياً بها من طرف الجميع، خصوصاً من طرف الحكومة الموريتانية. مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان يكاد الحاجة إلى تضامن المؤسسات الإعلامية حول العالم، خاصة في إفريقيا، لمجابهة ما سماه خطاب الكراهية وتغيير الصورة النمطية سبيلاً إلى خلق رسالة إعلامية جادة تجعل من الحقوق الجماعية هدفاً أسمى. نحن بحاجة إلى تضامن المؤسسات الإعلامية حول العالم وفي إفريقيا على وجه الخصوص للعمل على تغيير الصورة النمطية ومناهضة خطاب التحريض على العنف والكراهية والتمييز العنصري، وذلك من خلال إسراء شاشاتها ومنصاتها الرقمية برسالة إعلامية إيجابية تعكس وقائع التحول في مجال احترام حقوق الإنسان. المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني في موريتانيا استعرض الإنجازات التي قال إنها تحققت في مجال حرية الصحافة بالبلاد، وهو ما قال إنه انعكس إيجابا من خلال تصدر البلاد الترتيب العالمي في مجال حرية الصحافة. إن من يتابع بتمعن وضعية حرية الصحافة والتعبير في بلادنا يدرك دون عنا مدى التقدم الكبير الحاصل في هذا المجال. وتبحث الندوة على مدى يومين مواضيع مختلفة، بينها البيئة القانونية لحرية الصحافة وحرية التعبير على الإنترنت، إضافة إلى حماية الصحفيين والحرية الإعلامية.